مرحبا بك. عايشك، تعرفنا على روحك. باهي، اسمي عماد الهلالي، والخدمة نتاعي بخار. بخار يعني فما الناس تشري البخور ويبخروا في الديار، وناس يبيعوا البخور، وين نشري البخور باش نبخر الحوانت. يعني كيما واحد لا نخدم على روحي، معناها مش يعني صدقة. ماكش متطوع؟ مو متطوع، نخدم على روحي، نشري في بخور، نشري حشاك في فحم، ونشري في شربون، ونشري فيهم بالفلوس. اتقال نخدم على روحي. فما الناس يحبوا الوجه هكا زين هكا ونفس خفيفة، ونخدم اللهم صلي على النبي، وكل نهار وقسمه، ويا ربي لك الحمد، مرضي ربي مرضي ميمتي، الحمد لله ونشكر. وقتاش جات الفكرة هذه نتاع خدمة البخار؟ يعني تبخر على الناس؟ أنا الخدمة هذيا هي أول ما بدأت من أختي وأنا قاعد بطال. قالت لي أنت ليش أنت بطال بطال؟ هاك تمشي تحط قانون وتمشي تخدم على روحك وكذا. ما من الأول ما حبيتش تدخل مخي الحكاية. حتى نهاير ما حبيتش تدخل مخي، ما حبيتش نهاير بالسويقة. قاعد أنا وصاحبي وائل هذيا قاعدين في بالسويقة، قال لي خشني مشكلتك مع القانون والبخور، هاو القانون وهاو البخور وباري خدم على روحك. ومن هناك بدات الحكايه، فهمني؟ قبلوها العبيد من الاول ولا ليه؟ امبيكابل، وزيد انا معروف الحومه معناك، قصوا له يده ثلاثه على الطابور. ورينا القانون، نزل القانون الفوق ورينا. هاو القانون، هو كان فخار، ما قال فخار، قال اقل شوك تكسر، اقل درديعه يتكسر. عملته حديد، هذا اسمه قزان، هذا بالنسبة للعروسة اللي تخرج حمام على العروسة، تهز القزان، قزان باش أولا تبخت بيه وأم طول تغسل بيه، تصب الماء بالقزان وتتعبي، فهمت؟ العروسة يعني تغسل بيه بهذا. أنا استغليت هالفرصة هذيك، هو كقزان، وعملت سوكل وخدمت على روحي. خاطر ما يساعدني حديد خير ما يساعدني فخار. نتصور يجيوك عبيد ما يحملوش ريحه البخور. اغزولي انا العبيد ما يتحملش البخور، انا اصلا ما ندخلهمش. كيفاش تعرف انت من الاول؟ حوانت معينين. يعني في النهج هذايا عندي ست حوانت، فهمني؟ في شارع فلسطين عندي اربع حوانت. في شارع حريه عندي ثمانيه حوانت. كل يوم تبخر لهم؟ اي كل يوم، فما اللي يحب كل يوم، فما اللي يحب نهار بعد نهار. فهم اللي يحب مره في الجمعه. انا تو نقول لك هكا، محجم على نهج محمد علي، محجم على باب بحر، محجم على شار ديغو. علاش؟ خاطر ما عادش نجم، ياسر نتعب. كبرت في العمر تو 54 سنه، مازلت اخي باش ناخذ قسمي وقسم غيري، يزي في البرك هاك تك 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 والسلام عليكم. هما اغلبيه العبيد يحبوا ريحه البخور. راهو اغزر لي البخور يفرق. اعطيني الفوائد نتاعو. باهي، البخور ما فماش حتى فوائد، البخور فما قلت لك يفرق، فما بخور العرايس مثلا. بخور العرايس اللي هو الشقودات. فهمني؟ الصبيه اللي باش تعرس تستبيخت بالشقودات، باش الصبيه الاخرى اللي باش تشم ترتاح وتستنى هاك النهار اللي باش، هذاك اسمه بخور العرس. باهي، بخور القبول. بخور القبول عندك ملحة، مش القبورة، القبول. ايه القبول ومحبة الرسول. اي هذاك بخور القبول. عندك العجمي، العنبري، العجمي والعنبري، الحمد لله رسول الله، والجاوي الابيض اللي هو الفصاص. مش فما الجاوي الابيض يفرق، فما الجاوي ابيض تضرب به كافر يسلم ومعناها حكايته فارغه، ولقى فيه ريحه البلاستيك، وفما الاخر الفصاص تعمل له هكذا معك، هذاك ريحته بنينه برشا. اني هو احسن نوع نتاع بخور تنصحنا به؟ تونسي ولا براني؟ يعطينا تونسي، يعطينا صنع المحلي. باهي، بالنسبه هو كله ماهوش تونسي، لو شق ودات من العراق. لو شق من العراق ودات من تونس. فما اللوبان زاد اللي يبخروا به. اللوبان ماهوش نتاع لوبان، ذكرت تحكيه. ساعات هكا نلقى لوبان يخلطوا مع البخور. اظني اللوبان فهمني باش تبخروا، فهمني؟ اولا يبعد عليك الناموس، واضح؟ يبعد الناموس، خاطر الناموس يتخنق من ريحه الواحد، والنفس نتاع اللوبان يعمل له لصق هنا، هذاك علاش. والذبانه حاشاك ما تحبش ريحه اللوبان، فهمني؟
واللبان يقلق كل ما هو انس يقلقه. فهمني؟ يتخنق به. فهمني؟ الحشرات. الحشرات اعطيهم حاجتين حشرات يحبوا يبعدوا عليك خاصة الناموسة. اللبان والعود القرنفل. يعني تاخذ كعبة قارص حط فيها أربع عود قرنفل وأنت قاعد روحك مدول بيك حتى الناموسة كي تعمل حكم. فهمني؟ الذبانة باش تبعد عليك. اللبان حط كانون قدامك حط لبان تدور بيك ذبانه يجعمل فيها شحب. اللبان ذكر يعني. لا لبان عادي بس ذكر ما نحكيوش عليه. لبان ذكر هذاك فهمني هو اصله الساعه مش موجود واذا كان موجود راه مضرح. فهمني؟ اذا كان موجود لبان ذكر راه مضرح. فهمني؟ غري غالي معناه ماهوش رخيص. لا غالي من غالي من غالي. فهمني هو ماهوش موجود. حتى كان تلقاه موجود راي أم الناس مكسرينها وقول شنو فما بخور اسمه أم الناس. أم الناس شنو هذه أم الناس؟ لحظة نوريكم أم الناس دقيقة بركة دقيقة بركة نوريكم الناس. هذه الناس اللي عندي في البلون. كانت عندي توا بسم الله والله. هاي. ريتها هذيك أم الناس. ويشوفها بشار يقول لك هذاك شاب هو ماهوش شاب خاطر الشاب يبدا احرش هذا ارتب ام الناس ام الناس فما في لون هذا فهمني فما لون الغامق فهمني الغامق الام الناس كي تتهرس فهمني يقول لك هذا لبان ذكر هو مش لبان ذكر ام الناس تو كي تدخل الحوانت وتبخر مش الحوانت الكل على فكره الحوانت اللي انت تمشي لهم كل يوم السويم قديش هكيك والله مربوحك يعني انا من انا مبخل من 500 وانت قاعد ربي السويم مرفقة على الاخ ما نجمش نعمل اكثر من هكيك باش نقولوا اعطيني دينار مش معقول يعطيك 500 ثم يعطيه الصحة هاكا من 500 وانت قاعد ربي لا من البيض من 500 قاعد ربي فهمني من الصفر يعني بوميه كان نجم يعطيك دينار بوميه. هما اغلبيه العباد ينجذبوا هكا ريحه البخور يعني يحبوا يشموها. هما العباد يحبوا وجهي انا خاطرني انا غني على التعريف على البخور. مالا تبخر بالبخور نتاع القبول. انا بالنسبه لي انا اعوذ بالله كلمتين انا نخدم الديفيليات نخدم مهرجانات نخدم خرجه سيدي محرز لو خرجه تاع سيدي محرز دي مره في العام. في المولد ما يخرج الفيلق هذاك الكل كما نجي لعبد الله نعطي تعشيقه فاتحه ونتوكل على الله وتخرج يعني بالاسطنبليات وهالبوينه وقدامهم فهمني في العيساويات في الاسطنبليات جو تونسي جو تونسي بحت يعطيك الصحه يعطيك الصحه نخلي لك الكلمه الاخيره شنو تحب تقول؟ قول ان شاء الله ربي يعمرها ويسمرها ويجعلها بركه وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله تونس ديما كل فرطاتو هكا تبدا مراوحه. يعطيك الصحه.